طبعا الزمالك اعلن مش كارتيرون. كارتيرون قبل كده قال لك من ضمن شروطي للاستمرار ان انا اكون المسؤول الاول والاخير عن فريق كوره، المسؤول الاول والاخير عن الجهاز الفني، المسؤول الاول والاخير عن اي فرد في الجهاز الفني، المسؤول الاول والاخير حتى عن بيع وشراء اللعيبه، انا المسؤول، محدش تاني يشاركني هذه المسؤوليه. لكن الاعلان جه من اداره الزمالك انه هيكون في مدرب عام الفتره الجايه ومدرب مساعد اتنين، طارق مصطفى اعتذر، سامي الشيشين اعتذر، اسامه نبيه اعتذر، بسيوني عبد الحميد بسيوني هو اللي متبقي الان، هو اللي متبقي في الاسماء اللي كانت مطروحه، ممكن يظهر ناس تانية وثالثه، انما حتى الان في الاسماء المطروحه المتبقي عبد الحميد بسيوني. كارتيرون بقى هيقبل مش هيقبل، هيمشي مدرب حراس المرمى، ما شايفين ان في تراجع في مستوى حراسه المرمى مع المدرب اوليفيرا ده اللي جه من السعوديه، جابه من السعوديه قبل بدايه هذا الموسم، ومشي اسامه عبد الكريم. كل دي تفاصيل هتبان حدودها لغايه فين في الايام اللي جايه لما الاجازه تخلص ويرجع كارتيرون. هنبتدي نشوف بقى كيف ستتعامل الاداره مع كارتيرون وكيف سيتعامل كارتيرون مع الاداره، والاثنين عندهم خبره ببعض كبيره جدا من التجربه الاولانيه. كارتيرون مش سهل وذكي وبيعرف ازاي يتعامل، والمجلس ده مش سهل برضه بيعرف ازاي يتعامل. هنشوف خلال الفتره الجايه الامور دي هتمشي ازاي.